جاي لك النهارده حبيب قلب اخوك، وعايز اقول لك انك لازم تعمل لايك الفيديو ده، لان الفيديو ده هيخطف قلبك ولازم نوصله ل 20 الف لايك. لان احنا يا جدعان والله العظيم بقالنا كتير قوي الفيديوهات ما وصلتش ل 20 الف لايك، فلازم الفيديو ده لاجل اخوك ابو عادل يوصل ل 20 الف لايك، وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وتشترك في القناه، لان احنا فاضل لنا حاجات بسيطه يا جدعان ونوصل ل 330 الف ورحله ال 400 الف تقترب. مبوي اللي انا بحبه عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، عملت اللايك عملت الاشتراك، يلا بينا على طول نخش على فيفا. ناوي تعمل ايه يا ابو عادل؟ انا ناوي دلوقتي افاجئك بحاجه. قبل ما نخش بس على الكلام ده، احنا لازم دلوقتي نيجي عند الواد مالديكس يا جدعان، نديله بيعه حلوه كده ب 440 مليار مليون، لا مليار و440 مليون. تمام، احنا دلوقتي ما بقيناش محتاجينه، فاحنا محتاجين الملايين بتاعته عشان نقفلهم ل 5 مليار لو هو اتباع. وساعة لما تقفل ال 5 مليار انتظر الجديد. وطبعا نيجي دلوقتي يا جدعان نخش على عملاق الكؤوس، وطبعا مفيش عمالقه في اللعبه دي غير اخوك ابو عادل. خلصانه خلصان. طبعا هنا بيقول لك ختم البتاع عشان هناخد اللاعب ده ونعمل بتاع. فين دلوقتي يا جدعان؟ انا من اول الحدث ما بدا، والله العظيم من اول ما الحدث ما بدا انا ما دوستش على مكافاه يوميه ده، لان انا عارف ان انا لو دوست على مكافاه يوميه عارف ان صوره اللعيبه ده هتطلع لي، فاهم انت؟ وانا طبعا مش محتاج صوره اللعيبه دي في حاجه، يعني انا قلت لقيت واحد يا جدعان بيطلع على الماسنجر واد عمر حمدي، لقيته بيقول لابو عادل انا فجالك مين من الباكه دي؟ ما باكت ايه يا اسطى؟ باكت ايه؟ ما انت جاي تعرفني متاخر ليه؟ انا لسه عارف منك ان في باكه اصلا. والله العظيم الكل غسان. اظبط المايك، ايوه كده تمام. الكل غفلنا يا جدعان، والله العظيم الكل غفلنا وفتحوا الباكات. ماشي يا جدعان ماشي، نفتح الباكه المجانيه كشي يطلع لنا لاعب. وانا اقول العيال كسبت اللعيبه دي منين؟ والسوق اتملى باللعيبه دي منين؟ يعني اشمعنى يعني الكل كسب لعيبه الا انا ليه طيب؟ يعني في ايه؟ في ايه؟ ما في لعيبه كتيره اهي. يا جدعان ايه الشغلانه دي بقى؟ ايوه كده في بتاعتك يا جدعان هنا مجانا يا جدعان، لو انت ما تعرفش زيي فانت هنا مكتوب لك مجانا، والله العظيم مجانا. بس قشطه تمام. بصوا يا جدعان الباكه دي، الباكه دي احفظها تمام عشان تيجي تفتح. المهم نخش على المجانا يا جدعان، ان شاء الله لاعب حلو بقى، ان شاء الله لاعب اصلا، ان شاء الله لاعب مين؟ ايكون؟ لا الماني. ال دبليو مين يا جدعان؟ ريال مدريد. هازارد، بس هازارد مش الماني صح؟ الو الماني انت عامل كام بس الاول كده؟ ايه ده؟ هو مش بلاش ولا ايه؟ مش المفروض الو؟ امال انت اديتونا اول فتحه ببلاش ليه يا اولاد الايه؟ خصم 50% على اول 10 20 حزمه فائقه اسبوعيه تتضمن كل 10 حزم لاعبا اضافيا. يعني ايه؟ لا انا عايز يعني ايه برضو؟ يعني مش فاهم بس ماشي. هو الحوار شكله يعني في هو في حوار، هو في حوار بس ايه هو بقى انا مش عارف. بس احنا هنفتح بجواهر، تعال نجربها كده على الباكه دي. خلصنا هنجربها بالجواهر عشان ما نخسرش في البدايه كده. تمام مليون وعنصر ماشي خلصان، احنا هنجربها عادي جدا. يلا يا جدعان استنى على الشاي بالله، والله العظيم انتوا لو تعرفوني من الاول ان في باكه هنا احنا كنا خربناه يا جدعان. لاعب مين؟ هولندي ار ام ارسنال. ساكا بريك كامب. الو الو لاعب 111. ايه ده؟ ايه الحظ ده؟ ايه يا بيركامب؟ 44 بص انت مش شايف عشان صورتي 44 مليون الواد بيركامب ولا ايه؟ يا جدعان اول باكه؟ لا والله الشيء ابدا ما صاير، والله الشيء ابدا ما صاير يا ابو جاسم. تعال نجرب باكه كمان يا جدعان، ان شاء الله يطلع لنا لاعب طرش الطرش ان شاء الله باذن الله. احنا دلوقتي كسبنا لاعب 111، مين بقى الجاي؟ مين؟ ايه مين ده؟ عالم ايه؟ هو اكيد شرق اسيا اكيد يعني، بس 110. الو وانا مهكر الحظ ولا ايه؟ ايه يا رجاله يعني بالراحه علينا شويه، يعني والله العظيم 11 مليون ايه يا جدعان؟ ايه القرف ده؟ يعني احنا قلنا ماشي نجرب تاني يا جدعان. استنى على الشاي بالله، يلا بينا يلا بينا. يا رب لعب حلو، يا رب لعب حلو، يا رب لعب حلو. مين؟ مين اسباني؟ لا اسباني ايه؟ فرنسي. سي بي مين؟ الو يبقى لاعب وحش 106. ايه الو انا وانا عشان قلت هكرنا الحظ يطلع لنا اللعيبه ده يا جدعان. ايه يا فيفا والله خلاص يعني ما رجعوا لنا تاني ال 110 و 111. يلا يا جدعان استنى على الشاي بالله، يلا بينا يا رب
لاعب حلو، لاعب طرش الطرش. فرنسا تاني. لا جيكي بقى لوريس، لا مش لوريس، مين ده؟ لافونت ده ولا مين؟ او مش وقت رنات ارجوكم، لا وقت، لا وقت الحب دلوقتي. يلا يا جدعان لافونت ماشي 2 مليون بس كسبنا، بس كسبنا الواد بيركامب يا جدعان والله العظيم. يعني انا بالنسبه لي ايش فيه؟ الو يا بيت بألف ليه؟ مش جاء وربنا ما جاء. يا ولاد الايه يا نصابين، يا ولاد الايه، تعال نفتح يا جدعان اللي هنا. يا ولاد الايه والله العظيم دول نصابين يا ولاد. تصدق يعني تخيل بقى لو انا كنت ما كنت اتغبيت وفتح، والله انا اصلا كنت هتغابى، بس لو كنت اتغبيت اكتر فاهم، والله العظيم انا كنت راح افتح، كنت رايح افتح الباكا لولا ان انا بس شفت علامه ثلاث اصفار. انا قلت من امتى ال 500 بقى فيها ثلاث اصفار؟ والله العظيم من امتى فاهم انت يعني، دي 500 لقيت صفر زياده من امتى؟ انا قلت اكيد يعني اتاكد من الرقم، لقيت فعلا 1000. لا يابا مش عايز، انت اصلا ما كنتش شايف اصلا كل ده. ماشي صباح الفل، تعال ما اوريك. وانا حاطط صورتي والله، حاطط الفيس كام في مكان رهيب. بص والله العظيم في مكان. بص 1000 بوينت نصابين، اقسم بالله ناس نصابه. فانا مش جاينا تاني، عرفت لنا والله العظيم مش جاينا تاني، كنت كان هينضحك عليا يا جدعان، والله العظيم كان هينضحك عليا. فانا مش جاينا تاني يابا، مش جاي والله العظيم. انتوا ايه يا فيفا؟ مش كده يا فيفا والله، مش كده يعني، دي مش دي المعامله. بس استنى على الشاي اللي انا افتح بقى دلوقتي ان شاء الله، بيقول لك خصم 50. ايوه كده، انا احب انا الخصومات واحب اللعيبه الحلوه. مين؟ كرواتيا، مودريتش. لا مش مودريتش، مين هو؟ حاجه اتش فايز ريتش اهو، بلازيزيتش. ماشي ماشي يا حظ. بكام يا حظ وانا اشتريك؟ والله العظيم بكام بس وانا اشتريك يا حظ؟ يعني ما هو كده ما فيش حظ، ما هو كده للاسف ما فيش حظ. مين؟ كرواتيا. لا مش كرواتيا، مين اسبق؟ لا مين يا جدعان؟ ايطالي ماشي، مينوكوفيتش برضو، حاجه حاجه جنب كرواتيا، بلد جنب كرواتيا. هتقول له يا ابو عادل انت ازاي يعني، انت ازاي فاجر قوي كده في الجغرافيا؟ لان انت عندك الدول جنب بعض فاهم، فانت لازم جو يعني. يلا بينا، انا مش انا ايه بقول لك جوله ودوله يعني اتلخبطت والله او ارجنتيني ميسي في ايه؟ لا 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 يا جدعان، لا بيتزا طب بيتزا مليون. ايه يا جدعان؟ ايه رجاله الملايين في ايه هنا يا جدعان؟ فاضلها باكتين والله، فاضلها باكتين، وبيقول لك مضمون في 10 عمليات شراء. انا تقريبا الباكه دي اللاعب ده احنا كسبناه ولا مش كسبناه ولا انا يعني ماشي. استنى يا جدعان، جينا تاني دلوقتي يا جدعان وجبنا 4000 فيفا بوينت علشان ناويين نختم اللعبه بعد بعد فاهم انت، بعد ما ضحكوا علينا والله العظيم. فيلا بينا احنا لازم. ايه ده؟ الو اول مره الباكه ما تجيبش هو قوي. انا ختمت الحظ ولا ايه؟ مش كده مش كده يا رجاله، قطع نقديه كميه صغيره يعني. لا دول والله العظيم قطع نقديه كميه صغيره، وسبحان الله الكميه الصغيره دي سابت الكل ولبست في اخوك، لبست في ابو عادل. خلصانه اخر باكه، المفروض بيقول لك مضمون بقى لاعب مضمون من 110 وانت طالع 110 وانت الو الو، وانا بفتح باكه غلط ولا ايه؟ ماشي ماشي، مش ما تقدرش تتكلم، هتتكلم تقول ايه؟ فيفا والله لا فيفا مش هتقدر. نخش على نجوم الماضي، انا اسف يا نجوم يا ماضي والله لا. احنا هنرجع عليكم تاني. يلا بينا يا جدعان، استنى على الشباب اللي في نجوم الماضي. يلا بينا، احنا لازم نختم الباكجات كلها النهارده لان انا ناوي اقفلهم 5 مليار. يلا لا كده كتير شويه يعني يا فيفا. من 109 لو براندت كام؟ مليون مليون يا جدعان. الاسعار في الماركت بتنزل ولا بتعلى ولا ايه الكلام ولا ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ والله العظيم ايه ده؟ الو ايه اللي بيحصل؟ 107 يا رجاله يا فيفا وكاوت. طيب يعني طيب يعني مثلا يعني 107 الواد مين يا راموس؟ والله يا جدعان فاضل لنا اخر باكتين، اخر باكتين، وفي باكه فوق عايزين نجربها برضو عشان نبقى جربنا الباكات كلها، فاهم انت؟ يعني انا مش فاهم ايه ده؟ والله لا ايه ده؟ ماشي ماشي يا رودريجو، انت سابع مره تطلع لي يا رودريجو، يعني مش كفايه يا اسطى
اخر باك يا جدعان بيقول لك لاعب مضمون من 110 وانت طالع، فباذن الله لاعب نار النار. يلا بينا ايكون، مش ايكون مين؟ طيب ايطالي سي بي لوس انجلوس يعني ماشي. كليني 113 كليني 113 ولا ايه ده؟ كم مليون يا كليني؟ 200 مليون 200 مليون. ده البكا من هنا بيقول لك لاعب مضمون من 110 117، انا كسبت 113 والله اصلا ما كانش البكا دي، ولا هم انا كسبت البكا اللي جنبها 113. انت ممكن تكسب من البكا دي مليار و200 مليون، تحتوي على 225 مليون الى مليار و200 مليون. أو يا جدعان احنا كسبنا كليني من البكا دي والله العظيم. بيقول لك اهو لاعب توتس، لاعب توتس 113، كسبنا كلنا يا جدعان، كسبنا كلنا 113 نار النار. فاحنا دلوقتي معانا 1000 لسه، فعايزين نجرب الباكه اللي فوقيها بتاعت العويران. ويقول لك ايه بقى؟ تم التحديد، انا مش عارف لاعب مضمون بتقييم. ماشي خلصانه، يلا بينا. استنى على الشباب بالله، يلا ان شاء الله لاعب نار النار بقى. ووك اوت بقى، ووك اوت. ايكون لا مش ايكون، مين؟ روبرتس 110 ال بي، صح كده خلصانه. ليفربول خلصان، كم مليون؟ 30 ولا كام؟ 25. خلص جاي على نفسكم كده لا فيفا، والله العظيم جاي على نفسكم قوي كده لا، يعني مشوها. طيب يعني مشوها، يا رب ايكو، يا رب ايكو. وكاو مش وكاو. الو الو، لا ولا اسمك وحش يا ولا، محدش يكره الاسم، اوعى اسمه وحش والله العظيم، عيب قله ادب دي. فين الباك اب الثانيه؟ فين يا عم انت يا عم؟ ادخل تاني والنبي يا عم. فين الباك اب الثانيه؟ ام 50 فابوينت، انا جاي ادمرها طبعا، انا جاي ادمرها مرتين. يطلع لي الواد بيكهام، لازم لاعب 2 مليون، مش لازم يعني مش ضروري قوي فاهم، اللاعب عادي، ما احنا ممكن اللعيبه بتروح وتيجي. يلا بينا ناخد الحاجات دي، الحاجات دي يعني فاهم، هنحتاجها هنحتاجها قدام واحنا بنختم تصريح النجم، علشان في ملايين جوه في تصريح النجم، خد بالك خد بالك. وهنا عنصر عملاق الكوس، ممكن نكسب عنصر برضه من العناصر، يعني 200 فيفا بوينت، لا مفيش 200 فانا بقى ماشي خلاص انا اسف. يلا بينا، بهبد والله، بدات تهبد مني فلحقت نفسي فاهم. على طول يلا بينا، انا سايب دول ماليش مزاج بصراحه العبهم فاهم انت، انا بسيب الكمبيوتر يلعبهم لوحده. يا عم فين الباكه يا عم؟ ايوه 20 ولا انا معايا 20. يلا بينا، مكافئات صندوق الماضي، ان شاء الله نكسب يا جدعان. الراجل اللي بيعمل كده ان شاء الله، ان شاء الله الراجل اللي بيعمل كده ابداع الاعجاب خلصان معاك، مع انت معايا مره خلاص يا عم، يا رب الراجل اللي بيعمل كده هو لاعب. ما مش هعمل بك يا سايلس، اسمه ايه؟ اعتماد التالق او رفيق الطفوله، فاضلنا مرتين، يا رفيق الطفوله يا اعتماد التالق او الاثنين سوا. لاعب بقى يا عم، اوه 110 لايت مان بيتباع، امال اعمل بيكي؟ طيب ماشي يلا يا جدعان، سافين لاعب ال 110 تمام، جبنا التلاته اكيد اكيد، رفيق الطفوله او اعتماد اكيد، ما مش هيبقى الطقم يعني، ما مش عايز اطقم والله، مش هيبقى الطقم. مين يا رب؟ هو 2 مليون يعني ايه يا جدعان؟ ايه ليه الحاجه اللي احنا بنعوزها ما بتجيلناش ليه؟ والله العظيم شوف سبحان الله، هما الاثنين والطقم، يعني الطقم اللي انا مش عايزه يعني، اقول ايه؟ اقول يعني يا فيفا ما تقولش حاجة، احنا نخش نبيع اللعيبة، احنا كده قفلناهم 4 مليار يا جدعان، ومالديني لو اتباع. لا الرجالة كده بقى ايه؟ الرجالة كده بيهزروا، والله العظيم أنا مش فارقة معايا. مش فارقة معايا، تقعدوا تعلوا عليا والله العظيم فارقة معايا، هضربكم بالنووي. مليار 300 أقل واحد، وأنت إيه يا حاج؟ إيه مفيش أي كلام، اللي هيقول لي بقى بعادل أنت عرضه ب 747 مليون مش عارف، يا عم أنا مكسل أعمل له إعادة بيع أصلاً، أنا سايبه لحد ما يجي ينزل لأقل سعر ليه اللي هو 594 مليون، أول لما يجي أقوم أنا أعمل له ريفريش، فهمت الكلام؟ فاهم أنت ماشي إزاي؟ خلصة خلصة، يلا بينا نروح يا جدعان نبيع إيه؟ الرجالة بقى عليها طلبات، بسم الله ما شاء الله، دي حاجة حلوة برضو مش وحشة. زانيتي أنا شاريهم رخاصة يا جدعان، إلا العاق بلانك، إلا أنت والله العظيم قلبي غضبان عليك يا بلانك، اشتريتك بمليار و800 مليون جول باي والله العظيم. تعالى كلينكس، تعالى كلينكس، تعال هو اصلا باقل سعر كده والله مصر كلها، ماشي خلص هو كده كده باقل سعر كلينكس ده. تعالى نبيع بيركام، تعالى بيركام يا رب يا رب، ماشي جميل اقل سعر خلص، انا اقل سعر انا النسخه اللي هتتباع على طول يا جدعان،
تعال بروح يلا روح يا حبيب قلب اخوك. 25 مين تاني؟ ما كنا كسبين لعب ايوه ب 11 مليون ليه طيب؟ ليه جايين على نفسكم كده يا جدعان؟ 11 400 يلا. واحد اتباع انا جاي لك دلوقتي جاي هازارد تعالى. لا بس يا جدعان ده نسخة مميزة اقسم بالله. هازارد يا جدعان مش هبيعه. هازارد لما كان في مدريد والله العظيم باكت هازارد لما كان في مدريد مش هبيعها. اي مهما توصل بقى انا مش هبيعها يا جدعان والله العظيم. تعالى يا روبرتسو دلوقتي يا جدعان يبقى معانا 4 مليار هيبقى معانا 5 لو احنا بعنا مالديني 5 مليار ونص والواد بيبي لو اتباع هيبقى معانا 6 مليار كوينز غير التشكيله بتاعتنا اللي عامله 16 مليار ونص. هتبقى ضرب نار يا حبيب قلب اخوكم. مش عايز اقول لك مع السلامه انت كده تشوفني بكره باذن الله وعايزك تصلي على النبي على افضل الصلاه والسلام. بيس هاوي.